أن هذا ملصق حقيقة لشركة نقل من الخمسينات أو الثلاثينات أعتقد. لقد كانت لدي هذا الملصق في مكتبي عندما كنت في وزارة الخارجية، وكانت هدية من أصدقائي. وأما السجادة المعلقة ورائي فهي حقيقة لا تمثل العراق بل تمثل إيران من أصفهان. هذه منطقة يتجاور فيها العراق مع إيران، وأتمنى إن كان هناك حكومة أكثر مسؤولية في طهران فإنه يمكن أن تعيش كجيران مسالمين. أنا أتطلع إلى ذلك في المستقبل. كل شيء له معنى بكل تأكيد في هذه الحلقة.